دكتور معتصم وين حنا وين حنا فيه؟ يلا حيكم انتم الان هنا في مدينه عمان في ارض الحشد والرباط في موقع اصحاب الكهف الذين ذكرهم الله عز وجل في القران الكريم في سوره كامله هي سوره الكهف. ندخل؟ تفضل. ويقولون ان اسمه هذا المكان الرقيم. نعم. اكمل دكتور معتصم. الله يحييك. الرقيم اختلف العلماء في تفسيرها. هل هي الرقيم اسم الحجر الذي رقم عليه سورة الكهف أو قصة أصحاب الكهف أم اسم الوادي أو الجبل المجاور للفتية؟ وأصح أقوال المفسرين أنها هي اسم منطقة المجاور للكهف، ولذلك لها نصوص تاريخية قديمة من آلاف السنين أن هذه المنطقة كان وما زال اسمها الرقيم، وهذا مما يدل على أنه هذا هو الكهف المذكور في القرآن الكريم. أنتم الآن في داخل الكهف، هذا المكان الذي لطالما زارته ملائكة الرحمن، حظي هذا الكهف بعناية ربانية خاصة، آووا إلى الله عز وجل فأواهم وحفظهم ونصرهم بدعوة واحدة، حفظهم الله مسيرة 309 سنين، ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. لم يطلبوا الحماية ولا المال ولا الطعام، فقط طلبوا الهداية والرحمة، لذلك حفظهم الله مسيرة 309 سنين في هذا المكان. لا أحد يستطيع أن ينظر إليهم، لا أحد يستطيع أن يقترب منهم، حتى أشرف الخلق محمد صلى الله عليه وسلم خاطبه الله: لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. هذا المكان في داخله رحمة، في داخله سكينة، في داخله طمأنينة، وخارجه الرعب والخوف، لا أحد يستطيع أن يقترب من هذا، حفظا من الله عز وجل، لأنهم في حماية الله. كن مع الله ولا تبالي. ولكم أن تتخيلوا وهم نيام في هذا المكان في رعاية الملك العلام، يقلبهم ربي ذات اليمين وذات الشمال، قال: ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، بل زادهم أكثر من ذلك، قال: وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، كانت أعينهم تفتح وتغلق لئلا تصاب هذه الأعين بالتلف، وتدخل عليهم الشمس بقدر، قال الله عز وجل: وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال. تدخل الشمس إلى هذا الكهف بقدر وقت الشروق في فصل الصيف من هذه الكوة، ووقت الغروب في فصل الشتاء والخريف والربيع من هذا الباب. وأيضا تفكروا أيها الأحبة كيف أن هذا الكوكب العظيم الهائل الكبير الذي يكبر الأرض بعدة مرات ويبعد عنها ملايين كيلومترات كان في خدمة الفتية النيام، لأن المؤمن عزيز على الله. لهم في هذا المكان سبعة قبور، هذا قبر الأول، هذا الثاني، هذا الثالث، هذا الرابع، وهنا أيضا قبر، اثنان، ثلاثة، مجموع سبعة. هناك بعض الأحبة يسأل دائما كثيرا: كيف عرفتم أن عدد أصحاب الكهف سبعة؟ قال ربي: سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم راجما بالغيب، أي أن الله كذب هذا القول. ثم يستثني عز وجل ويقول: ويقولون سبعة وثامن كلبهم، قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل. ابن عباس رضي الله عنهما هو أحق هذه الأمة وترجمان القرآن، يقول: أنا أحق الناس بمعرفة عددهم، هم سبعة وثامن كلبهم. وين مكان الكلب؟ الكلب كان خارج هذا المكان، وللكلب قصة عجيبة، لابد لكل واحد منا أن يتفكر في موضوع الكلب. قال الله عز وجل: وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط. نسب الكلب إلى أصحاب الكهف في أربعة مواطن، أصبح قرآنا يتلى إلى قيام الساعة. كلب وهم من أبخس الأشياء وأحقرها، رافق الصالحين فأصبح قرآنا يتلى إلى قيام الساعة. كلب انتفع بصحبة الصالحين، فكيف بالإنسان إذا رافق الصالحين؟ النبي صلى الله عليه وسلم حثنا كثيرا على مرافقة الصالحين، لذلك كانت قصة الكلب لها مغزى أن رافق الصالحين تنتفع في حاله. دكتور، مكان أقل ما يقال عنه أنه مميز. طيب يا دكتور معتصم، العديد من الدول تدعي أنه كهف أصحاب الكهف موجود عندها، كيف ترد على هذا الكلام؟ نعم، كثير من البلدان تدعي أن الكهف عندها، قريب من 40 دولة يقولون أن الكهف لديهم، كيف نرد على ذلك؟ أكرمني الله عز وجل بأن قدمت رسالة الماجستير عن أصحاب الكهف، وكان هذا أول بحث محكم عن الفتية ومكانهم دراسة تاريخية تفسيرية. وصلت من خلال دراستي يعني أن هذا هو الكهف، ليس لأني أردني بل لأن هذا ما وصلت إليه فعلا، أن هذا هو الكهف المذكور في القرآن الكريم، وذلك من خلال الأدلة الخمس التي ذكرت في القرآن الكريم. الدليل الأول اسم المنطقة الرقيم،
دليل ثاني المسجد المذكور في القرآن فوق الكهف، عليهم ما زالت المسجد فوق الكهف. الدليل الثالث الفجوة اللي ناموا فيها الفتية وهم في فجوة من. الدليل الرابع عدد القبور 7. الدليل الخامس الشمس، قال الله عز وجل وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقريبا ذات الشمال وقت الغروب من الباب وقت الشروق من هذه الطاقة. طيب لو سأل سأل أن يمكن أن يكون هناك هذه الأدلة موجودة في كهوف أخرى، أجيب بلا، لا يوجد منطقة في العالم اسمها الرقيم سوى هذه المنطقة، لا يوجد كهف عليه مسجد مباشرة فوق الكهف إلا هذا المكان. أيضا اتجاه الباب هنا للجنوب الغرب مطابق للآية في القرآن الكريم، بينما مثلا أشهر كهف في العالم بعد كهف الأردن كهف تركيا، اتجاه باب للشمال استحالة أن تدخل منه الشمس، لذلك هذا هو المكان. وكثير من أقوال العلماء والمؤرخين والصحابة منهم الواقدي والمقدسي والاستقري وابن عباس وابن كثير كلهم يشيرون أن الكهف في الأردن قرب عمان، قرب البلقاء، قرب زيزيا، قرب الزرقاء، حددوها من 4 جهات والله أعلم. ما أقول إلا جزاك الله خير على هذا التأصيل وهذا الشرح الوافي. إني وقعت عليك وهذا من حظنا الطيب يا دكتور، بستفيد منك أكثر استفادة ممكنة. هل ألق على هيئته؟ لا، الكهف تغير ما كان مثل هذا الشكل، كان كهف طبيعي بداية صغير بشكل وبطبيعة ربانية، لكن الناس بعد أصحاب الكهف لما عرفوا أن هذا هو المكان المذكور في القرآن اهتموا فيه، من الرومان إلى البيزنطي إلى العباسي إلى الأمويين الأيوبيين المملوكين، كل من أتى إلى هذا المكان اعتنى فيه. فمثلا هذه القصارة أو هذا الجبس، هذا زمن صلاح الدين الأيوبي محرر القدس، نسأل الله أن يعيد إلينا عافية الغيرات. هذه النجمة ثمانية أيام الرومان وليست سداسية. هذا الحجر زمن الخلافة العباسية، كتب فيه أنهم قاموا بتجديد الكهف 277 هجري. هذه الكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله زمن الأمويين، فلكل مكان في هذا الكهف عصر وزمان. أيضا هنا ختم صلاح الدين، هذا خاص بك وبمتابعين. هذا هو ختم صلاح الدين الأيوبي، لا إله إلا الله محمد رسول الله. القبور فاضية الآن؟ نعم، كلها جمعت هذه المقابر ووضعت في قبر واحد والآن أغلقت عليهم هذه المقابر. جمعوا ما بقي في القبور وضعوا في قبر واحد وغلقوه. دكتور معتصم الحنيطي عنده دراسة محكمة، فيش يا دكتور؟ دراسة هذه عن أصحاب الكهف، دراسة تاريخية تفسيرية عن الكهف والفتية، وهي بفضل الله عز وجل أول دراسة عن المكان. شكرا يا دكتور. يلا حييكم. المسجد اللي فوق الكهف يا دكتور؟ هذا هو، قال الله عز وجل قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. هذا هو أقدم مسجد في الأردن وهو أحد 3 مساجد قبل الإسلام، المسجد الحرام والمسجد الأموي ومسجد أصحاب الكهف. ما شاء الله، والكهف كان اللي دخلناه أسفل هذا المسجد، وهذه المنطقة كلها تسمى اليوم بالرقيم. هذا مسجد أموي اللي بناء عبد الملك بن مروان، هذا حاليا الآن تصور الشغل. وفي مسجد الآن حديث هذا في هذه المنطقة بناه الملك عبد الله الثاني إن شاء الله حنصلي ملك المملكة الأردنية الهاشمية. شكرا يا دكتور. الله حييكم.